أهلا بكم من جديد مشاهدين الأعزاء. تعتبر أكاديمية الفجيرة للطيران من أول أكاديميات الطيران بالخليج العربي، وقد قدمت الأكاديمية تعليما مهنيا في مجال الطيران للطلاب الذين يحتاجون إلى رخصة طيار. ولكن الحديث أكبر وأكثر عن هذه البرامج التدريبية أكيد راح نتعرف عليها من خلال فقرة هنا الفجيرة. نعم مشاهدينا، رحب وياي بالكابتن يعقوب يوسف النعيمي، وهو نائب المدير العام في أكاديمية الفجيرة للطيران. كابتن حياك الله ويانا في برنامج الفجيرة. هلا وسهلا، منورنا ومشرفنا. الله يخليك. الله يسلمك. الله يطول عمرك. العفو كابتن. أكيد في البداية نبغي نعرف البرامج اللي تقدمونها أكيد في أكاديمية الفجيرة للطيران. طبعا مثل ما تفضلت وتكلمت، أكاديمية الفجيرة للطيران تعتبر اقدم اكاديميه تقريبا في الخليج العربي، نعم. الشرق الاوسط، وهي الاكاديميه الوحيده اللي متكامله. نعم، عندنا تخصصاتها طيارين بالاضافه الى تخصصات مهندسين. احنا الاكاديميه اللي تخرج طيارين ومهندسين. طبعا الطيار عندنا جميع الرخص، رخص طيار الخاص ورخص طيار التجاري بالاضافه الى طيار الهليكوبتر والمهندسين طيارين. نعم. طيب الفئات المستهدفة كابتن، الفئات العمرية خلنا نقول للبرامج التدريبية هذه. أخ علي، الطيران هواية، أنا ما أتكلم عن الفئات المستهدفة. اللي عنده رغبة الطيران بتشوفه دائما هو اللي بيقدم حق الطيران. طبعا احنا عندنا الفئات دائما الخريجين الثانوية العامة اللي هم الأساس، التحقهم بعد ما يخلصون في الأكاديمية، بالإضافة إلى الموظفين اللي كانت عنده هواية سابقة بس ما حصل فرصة إنه يدخل يصير طيار، ولكن بعد فترة إنه صار عنده رغبة وموجودين إحنا نقدم له ونساعده أساس يصير طيار. والله زين، يعني تأخذون مذيعين يعني؟ نأخذ مذيعين ونأخذ أي شخص. نعم، هذه هواية ورغبة. يعني إذا بضرب مثل، في عندنا ناس، في عندي دكتور جراح ما شاء الله، عنده دكتور وجراح من الكويت، جاء وقدم عندنا الطيران لانه عنده الهوايه وعنده الرغبه وتخرج وخذ الليسن. هذا كمثال يعني. صحيح. ان شاء الله يعني، والحمد لله. ونرحب فيك يعني. الله يسلمك. طيب كابتن، خلينا نتكلم شوي عن اهداف هذه البرامج التدريبيه والمقدمه اكيد من اكاديميه الفجيره للطيران. طبعا اهداف اكاديميه الفجيره تحفيز الشباب ودعم الشباب للتقدم الى الطيران. الطيران خصوصاً من بعد كوفيد 19 زاد الطلب عليه، والطيران دائماً في تطور وتحديث دائماً، ودائماً الطلب على الطيران بشكل ارتفاع، يعني بشكل دائماً للأعلى. لذلك احنا نحفز ونساعد الشباب انهم ينضمون للطيران، واللي عنده رغبة طيار او مهندس. طيب في اعمار محدده كابتن؟ يعني مثلا مثلي واحد شيبه، يعني انا عادي تستقبلوني ولا يقول خلاص لا عمرك ما يصير؟ اخ علي، الطيران ما دام الشخص لايق طبيا ما عندنا مشكله. طبعا اللي هو اللي يعني العمر لين 60 او هذا اقصى حد، يعني بعدين فحص طبي. لا 60 بعدنا ما وصلنا يعني. خلاص ما مشكله، عندنا هني غير واصل 60 خلاص ما صعب. اهم شيء عندنا لايق طبيا، يعني ريال صحيح ما يشكي اي شيء والحمد لله اموره طيبه. هي طبعا اكيد من شروط الالتحاق انه لا يشكي من امراض يعني مزمنه او شيء، قلب، ضغط، حاجه من هالامور. نعم. هذه اشياء بديهيه اتوقع انه صعب انه يحلق فيها فوق يعني. صح. هو في الوضع. صح. اكيد. طيب المزايا اللي يحصل عليها الطلاب في اكاديميه اكيد الفجيره واللي يلتحقون بهذا المكان، شو المزايا؟ الحمد لله أكاديمية الفجيرة للطيران دائما عندنا ان خريجينا مستوى عالي، احنا نسميه هاي ستاندر. لذلك اللي يتخرج او يروح، اي خريج من أكاديمية الفجيرة للطيران يروح يقدم لان اي شركة ما شاء الله من يشوف السي في مال أكاديمية الفجيرة مقبول على طول يقبل، لان احنا دائما الكاتيجوري مالنا او الستاندر مال الطلاب على مستوى عالي. هذه الميزة اللي حصلها من الخريجين الأكاديمية، يعني ما في ما شاء الله على مستوى داخل الدولة أو خارج الدولة. أكاديمية الفجيرة دائما الأول، أنا أعتبرها على مستوى أنا على الصعيد الشخصي حقيقة كابتن. هذه المعلومة اللي ذكرتها قبل شوي، أنا على الصعيد الشخصي أمانة أول مرة أسمع فيها، وفرحتني وايد بأن إمارتنا الحبيبة الفجيرة عندها أكاديمية تملك الخبرة
تملك السمعة الطيبة دوليا مش بس محليا. نعم. دوليا صحيح. فبمجرد ما أنت تحمل رخصة طيران من هذه الأكاديمية فأنت مقبول وين ما تروح، معترف فيك وين ما تروح. الحمد لله. فهذه الحمد لله. يعني ميزة لا تملكها أغلب الأكاديميات. دائما من توجيهات الشيخ صالح الشرقي هو الطيار، هو المتابع الحديث دائما للأكاديمية، دائما يحثنا ان احنا نكون نمبر 1 في الرقم 1 في على مستوى التدريب والتأهيل طيارة، وانتم كذلك نمبر 1 دائما. شكرا. اكيد. طيب كابتن، هل يتم ربط البرامج التدريبيه ايضا في اكاديميه الفجيره بوقت زمني محدد؟ خالي الطيار دائما يكون متواصل الطيران من يبدا لما ينتهي، دائما يكون متواصل. كل ما كان متواصل الطيران ما يقطع كان مستوى عالي والليفل ماله ويوصل لمرحلة الاحتراف. أما يطير ويقطع يطير هذا بيكون شوية مو ثابت. هي الطيران المدني أو النظام الداخلي الموجود في هذا 18 شهر من يبدأ يسجل لين ما يحصل على رخصة، إذا كان رخصة تجاري. الطيران الخاص حدود 9 أشهر. طبعا مربوطة فترة زمنية، هالفترة الواحد يقدر يخلص فيها بداية مرحلة العلوم الأرضية وبعدين مرحلة الطيران. 18 شهر كافي أن الواحد يقدر يحصل على رخصة. الهندسة عندنا سنتين من نظري وعملي وتطبيقي. دائما الهندسة يمكن دائما عندنا عملي وبعدين نظري وبعدين تطبيق، أنه المهندس يروح يعني يكون يشتغل يعمل صيانة للطيارة، يدخل في المجال على أساس يكون عنده تطبيق معتمد ساعات. نعم أكيد، يعطيك العافية. طيب كيف يتم تدريب الطلاب كابتن في الجانب العملي للطيران؟ هذا السؤال صراحة يشغل الكثيرين. نعم. وأنا منهم. حاضرين. طبعا نتكلم بداية فترة النظري علوم أرضية يأخذ كل المواد الأساسية للطيران من البداية للنهاية، لازم يعرف كل شيء، يعرف حتى عن الجو، يعرف حتى الطقس عفوا، يعرف عن الطيارة، يعرف عن الايروديناميكية اللي هو أساسيات الطيران، بعدين يتحول إلى مرحلة العملي. الحمد لله مطار الفجيرة أو إمارة الفجيرة احنا عندنا كل الامتيازات والإمكانيات متوفرة. مطار الفجيرة ما شاء الله يدعمنا. نعم كابتن، احنا أكيد راح نكمل التحليق معك في برامج الأكاديمية أكيد، ولكن عندنا ترانزيت عقولتكم خفيف إن شاء الله وراجعين نقلع ونحلق في سماء إن شاء الله أكاديمية الفجيرة للطيران أكيد. فاصل قصير إن شاء الله. نعم مشاهدينا وراجعين لكم، انتظرونا. نعم مشاهدينا رجعنا لكم من جديد، ونرحب أيضا وياكم بضيفنا في الاستوديو الكابتن يعقوب يوسف النعيمي، وهو نائب المدير العام في أكاديمية الفجيرة للطيران. حياك الله كابتن من جديد. نعم ونكمل حديثنا حقيقة الشيق معك عن أكاديمية الفجيرة للطيران، وتوقع احنا وصلنا لنقطة آلية تدريب الطلاب على الطيران العملي. نعم شكرا أستاذ علي. طبعا آلية الطيران، طبعا نتكلم عن مطار الفجيرة. مطار الفجيرة موفر لنا كل الإمكانيات كإمارة الفجيرة، الطقس في الفجيرة من أحسن طقس الحمد لله. هذه النعمة أو إيجابية لأكاديمية الفجيرة للطيران. طياراتنا اللي عندنا من أحدث الطيارات، دائما نسعى تكون طياراتنا هو الأحدث. عندنا أسطول طيارات، طيارات الثابت الجناح والهليكوبتر. التدريب العملي يبدأ دائما، أنا أساسي عندي تدريب العملي، برامج تدريب على حسب التخصص من البداية للنهاية. طبعا الطيار لازم يكون مجهز لين طلعة الطيران أو تدريب الطيران، محضر لها. المدرب اللي عندنا احنا يعطيه بريف او ايجاز عن الطلعه، شو اللي بتكون في طلعه اليوم او التدريب اليوم. بعد ما يخلص اجهزتنا احنا عندنا كله ما شاء الله الكترونيه وربط الكتروني سوفت نظام داخلي، يبدا بعد ما يخلص الاجازه هو الاساسي يبدا مرحله الطيران التدريب للبدايه. طبعا دائما كل مرحله الطيار او المتدرب يتعلم مرحله لين ما يوصل المرحله النهائيه. نعم في التدريب. نعم. طيب المعايير ايضا كابتن اللي تستخدمها الاكاديميه اكيد في اختيار المدربين، كيف تختارون المدربين؟ مثل ما قلت انا سابق ان احنا عندنا هاي ستاندرد اللي هو دائما احنا نكون هاي ستاندرد مستوى عالي، لذلك احنا دائما نختار المدربين اللي ذو كفؤ وذو خبره وعندهم
شهادات معتمده دوليه وعندهم خبره ومجال تدريب. نعمل لهم تقييم، واحنا دائما نسعى كل ما كان المدرب يكون مستوى عالي الطالب يطلع مستوى عالي، نكافئ. الحمد لله احنا وصلنا للمرحله هذه ودائما نسعى للافضل، دائما في اختيار المدربين، دائما ندور الشخص وليس العدد. طيب كابتن، انتم تتعاونون مع شركات الطيران عشان توفرون فرص عمل ايضا للخريجه من عندكم؟ الحمد لله هذه نعمه، مثل ما طرقت في السابق ان احنا طيار اثناء طيران عندنا في الاكاديميه يتم استدعائه من الشركات للتوظيف. اكثر الطيارين عندنا في اثناء طيرانه ما شاء الله تقبل الشركات الداخليه، عندنا شركات المحليه ويتوظف تقريبا ما شاء الله، يعني اذا بنقول 90% من الطلاب يتخرج توظيفهم، بالاضافه الى بعضهم ان شاء الله في تعاون مع الشركات انه تعينهم وتوظيفهم برا. طيب كابتن، انا عندي معلومه وابغي اتاكد من صحه هذه المعلومه، واكيد ما راح الاقي افضل من وجودك فاني اكد هذه المعلومه، وهي احنا عارفين الاكاديميه اكيد بمبلغ معين، ولكن بالنسبه للاقساط هناك، انا سمعت ان هناك اقساط ميسره لمن للي يحب يشارك ويسجل ايضا ويحصل على رخصه طيار. الاقساط موجوده، احنا دائما قسمنا فتره الدراسه مع الاقساط، ليش؟ عشان نخفف العبء على المتدرب في الدفع. يعني جميل. ما شاء الله مو كل الناس يعني تقدر تدفع بمبلغ كامل، ولكن احنا عملنا الاقساط اثناء الدراسه بتكون تمشي مع الاليه في الدفع، برامج الدفع. جميل. يطلع مع بعض والحمد لله. جميل. كابتن، التقنيات اللي انتم تستخدمونها في تدريب الطيارين في الاكاديميه شو هي؟ التقنيات اتكلم عن اكاديميه الفجيره، عندنا جهه انظمه الكترونيه او سوفت وير مربوط كامل للاكاديميه، ما في بيبر، ما في اوراق، كله نظام الايباد ونظام السوفت وير. من يسجل الطالب لين ما ياخذ الرخصه، كله نظام مربوط الكتروني، وانا قاعد مكتبي اقدر اراقب او اقدر اشاهد واتابع اي طالب او اي موظف، بالاضافه الى الهندسه وصيانه الطائرات، كل اليه مربوطه، واحنا التقنيه دائما نسعى للافضل ونطور في الشيء. الفصول عندنا سمارت بورد ونظام الكتروني مربوط كله الكتروني، حتى طريقه المحاضر بعد ما يخلص عندنا المدرب يبعث ايميل للايباد طالب، ما في شيء اوراق، ما في كتب، كله نظام الكتروني. كله نعم ما في. جميل والله. نعم الحمد لله. طيب الاجراءات ايضا المهمه اكيد خلينا نقول، والارشادات، ارشادات السلامه عندكم في الاكاديميه شو اليه العمل عليها اكيد؟ السلامه دائما انا اعتبر كطيار رقم واحد. السلامه دائما رقم واحد من ناحيه الطيران، من ناحيه التدريب، من ناحيه الهندسه. دائما السلامه رقم واحد، نسميه احنا دائما في الطيارين سيفتي فيرست. السلامه احنا مدققين فيها ونعلم الطالب من دخوله حتى لين ما خروجه، دائما سلامه وارشادات سلامه والطيران والدراسه السلامه، هذه من الاساسيات نحن في اكاديميه الفجيره والحمد لله الامور طيبه. نعم يعني هذه ما فيها نقاش، خط احمر. خط احمر نعم. نعم يعطيكم. طيب انتم توفرون كابتن يعني منح دراسيه، دعم مالي للطلاب اللي يحتاجون للمنح او الدعم المالي؟ اكيد هو المنح موجوده بس للفئات، بعض الناس نقدر نعمل له منح، والحمد لله على حسب التوجيهات اللي تجينا احنا نقدر نوفر للناس منح دراسيه. طيب الى اي مدى ينخرط شباب اماره الفجيره في تعلم الطيران؟ بما ان الاكاديميه عندهم في امارتهم. لا ما شاء الله اتكلم كاماره الفجيره في طلاب عدد لا باس فيه. بس احنا دائما اكاديميتنا مفتوحه لين جميع الطلاب، جميع في الامارات كامل، جميع الطلاب، جميع الفئات اللي موجوده في الدوله احنا ندربهم، والاكاديميه موجوده ما شاء الله من مختلف الجنسيات. زين كابتن، ممكن بعض الموظفين من اللي عندهم رغبه حقيقه في انهم يلتحقون بالاكاديميه وانهم يحصلون على رخصه ايضا من رخصه الطيار، قد يعيق شوي موضوع دوامه ووظيفته، ما يحصل الوقت اللي يروح فيه للاكاديميه وكذا، فكيف يتم تدريبهم خاصه الناس الموظفين احنا نتكلم اليوم اللي هو مرتبط احيانا يقول لك انا عندي دوام صبح وليل، وين اسير الاكاديميه؟ وين الوقت اللي عندي اسير فيه الاكاديميه؟ هذا سؤال جيد وان شاء الله بينفعك انت. ان شاء الله. استحدثنا نظام عندنا الدراسه عن بعد،
بعد ما يسجل طالب، انت موظف تسجل من تسجيل ينعطى ايباد في كل المواد للدراسه، وينعطى فتره من 3 شهور لاربع شهور يدرس في المواد مو في البيت اونلاين. خلال هالفتره اذا عنده استفسار او عنده شيء يتواصل مع مدرب يتناقش وياه. بعد الفتره هذه يكون عنده اسبوعين تقديم امتحانات المواد اللي خذهم يدرسهم، يعني ما في حضور او شيء، يقدم امتحانات واذا نجح ان يتحول الى طيران العملي تنسيق مع مدرب، نقدر نوفر له مدرب خاص وياه وفي على حسب الوقت فراغه ويقدر يطير وياخذ الرخصه، يعني ما في عائق بالموضوع للموظفين. جميل يعني. والله جميل، يعطيكم العافيه عليه. طيب الطلاب الدوليين، احنا تكلمنا عن الطلاب دبجيره وشباب الامارات بشكل عام، الطلاب الدوليين من برا بامكانهم التقدم والالتحاق بهذه الاكاديميه ولا لا؟ اكاديميه دبجيره ما شاء الله من جميع الفئات فيها، من جميع الدول، اكاديميه نعتبر عالميه. عندنا من طلاب من الصين الى امريكا ما شاء الله، ومفتوحه لاي واحد يعني عنده المواصفات انه يسوق طيار، موجوده مفتوحه والحمد لله. هذه ذلك اعتبرها من اكاديميه عالميه، لان ما شاء الله متخرجين من جميع الدول اللي عندنا. اكيد اكيد يعني على سياق حديثك اكيد هي تعتبر علم من اعلام الطيران دوليا، خلينا نقول ما بقول محليا. نعم اكيد. كابتن يوسف، يعني ما هي خططكم ايضا للتوسع ان شاء الله في المستقبل وتحسين ايضا برامج التدريب؟ طبعا الطيران ما يوقف عند حد، الطيران ككل دائما متطور دائما مستحدث، دائما شيء جديد. احنا دائما نسعى نكون دائما نمشي نواكب التطور، نواكب التحديث اللي يصير في دراسات لتطوير الطيارات، في دراسات لتطوير برامج التدريب، في دراسات الى حتى الطيارة الكهربائية، في دراسة لأشياء كثيرة، ولكن هاي بعد يعني احنا دائما نواكب تطور على اساس نكون دائما مع التطور الطيران، لان الطيران دائما يروح يصعد احنا نكون وياه دائما. نعم. والحمد لله يسهل هالموضوع مستقبلا حق الطالب، يطلع من عندنا يكون عارف وين وصل الطيران. نعم. طيب كابتن، بما ان العنصر النسائي حقيقة عنصر داعم في كل المجالات وخاصة احنا كاميراتيين، يعني ايدنا بايد الحرمة دائما معانا وين ما نكون، فنبغي شوي نتطرق لنقطة مشاركة العنصر النسائي في أكاديمية الفجيرة للطيران، أكيد مداها، أهميتها، نتائجها، خلنا نقول حتى. العنصر النسائي في كل مكان موجود، العنصر النسائي متوفر موجود عندنا في 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 أكاديمية الفجيرة، من طلاب ما شاء الله تخرج يعني عدد لا بأس منه سنويا، طلاب مواطنين من مواطنات ما شاء الله، مواطنات وفي غير مواطنات، وهندسه نفس الشيء، بعضهم ماسكين يعني تخرجوا من عندنا والحين ماسكين مناصب في شركات طيران، اللهم لك. بعضهم راحوا طيران، موجودين بعض البنات موجودين عندنا في بعض الشركات المحليه في الطيران، طيارات متخرجين من اكاديميه الفجيره، هذه شهاده حق الاكاديميه ما شاء الله. واحنا دائما موفرين حق سبل حق كل شخص اللي بيطير، من ناحيه شخص او نتكلم عن عصر النسائي، النسائي موجودين وخريجين عندنا والحمد لله. حتى عندنا احنا بعض المدربين من عنصر النسائي بعد ما شاء الله. نعم والحمد لله. يعطيكم العافيه عليك. طيب كابتن، يعني التحديات خلينا نقول الصعوبات اللي تواجهكم في الاكاديميه فيما يخص التدريب، الهندسه، الطيران، كل المجالات اللي عندكم، كل البرامج اللي موجوده، التحديات اللي موجوده واللي وكيف قمتم ايضا بعلاج هذه التحديات او بايجاد حلول لهذه التحديات؟ الطيران ككل انا بالنسبه لي متابعه يوميا، تحديات موجوده، يعني احنا تحديات طيران، تحديات الطقس، تحديات المطار، تحديات اشياء كثيره، احنا دائما انا ما احدد شو نواجه على حسب الموقف اللي يصير، دائما ابديت على الموقف، وانا الحمد لله ماشيين. الطيران اذا متابعه يوميه يعني توقف شويه يمكن يصير في خلل طياره الجو المتدرب الترب، بس الحمد لله احنا دائما متابعين. اول واحد يمكن متابع طيران الحمد لله الامور طيبه وفي تحديات، لكن يعني اللي فهمتهم كلامك انك يو ار ريدي ان تايم. نعم اون تايم. نعم. طيب كلمه اخيره كابتن تحب توجهها
المهتمين بالطيران، للي عندهم حلم ويبون يحققونه، اللي هو حلم يعني التحليق في السماء. أكيد الطيران دائما أنا أعتبره شيء خارق، إنسان اللي يطير شيء خارق وسمارت. أنا يمكن بكوني أنا طيار دائما أشوف الطيارين هم دائما الأعلى دائما، لذلك أنا أشجع الطيران. الطيارة إذا كان عنده الهواية يوصل لمرحلة الاحتراف، لذلك الطيران تدريب الطيران تغير عن السابق. أول كان السابق شوية صعب، حاليا على التطور الطيران التطور هذا صار وايد أسهل. وادعم الناس حتى لو كان موظف، تفضل مرحبا تعال طير، تقدر تاخذ رخصه تجاريه، تقدر تاخذ رخصه خاص، والطيران سهل، غير سيستم. انا اشجع دائما ادعم الشباب على الطيران، تفضل ويلكم اني تايم زي ما يقولون. يعطيك العافيه، انت اول واحد ان شاء الله. الله يسلمك، ان شاء الله النيه موجوده، ولكن بنيكم ان شاء الله، اكيد ان شاء الله بنيكم، حصلنا فرصه ووقت اكيد. يعطيك العافيه، انت اليوم شرفتني، اسعدتني صراحه بتواجدك. حصلنا على معلومات كثيرة وكبيرة من هذه الأكاديمية. أكيد الكابتن يعقوب يوسف النعيمي نائب المدير العام في أكاديمية الفجيرة للطيران، شكرا جزيلا لك سيد الفاضل على حضورك اليوم معنا. أشكرك، شكرا، الله يحفظك، شكرا. نعم مشاهدينا، ورشة تصميم المستقبل واللي نظمتها مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أمس تهدف إلى استكشاف وتطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية العالمية، ولتحقيق أيضاً رؤية مستدامة للمستقبل. نتابع معكم هذا التقرير.